المريخ وعدم وجود جو في القمر لقلة سرعات الإطلاق. شكرا دكتور. بروفيسور فيصل، بالنسبة لموقع هبوط العربة باث فايندر الجغرافي، هل لك أن تقارن هذا الموقع مع موقع هبوط العربة السابقة فايكنج؟ نعم، فيما يتعلق بموقع الهبوط، كلا الموقعان في واقع شمال خط الاستواء المريخي بحوالي 19 درجة إلى الشمال، لكن هناك فرق كبير في الحقيقة في الموقع جيولوجيا إذا صح التعبير. الموقع الأول لفايكنج كان عبارة عن منطقة صحراوية، يمكن أن نقول أنها تشبه الصحراء الجزائرية مثلا أو صحراء الربع الخالي إلى آخره. فبهذا كافة ما موجود من بيانات أرسلتها فايكنج كان يتعلق بالموقع هذا المتجانس في طبيعة صخورة ومواد الموجودة. أما بالنسبة لموقع باثفايندر فإنه يمتاز بأنه سهل الفيضي إذا صح التعبير أيضا، أن هناك حدث فيضانات هائلة جدا قبل حوالي أكثر من 2 أو 3 بليون سنة، جرف معها كميات هائلة جدا من الصخور بأحجام مختلفة بأنواع مختلفة، وبذلك عملية تحليل هذه الصخور من الممكن إذا أن تعطينا فكرة أوضح بكثير عن طبيعة المريخ التاريخية أو التاريخ الجيولوجي للمريخ صح التعبير أيضا وهكذا. تحليل تربة المريخ أو تربة هذا الموقع من سيلفاثايدر أيضا سيكون أكثر أو أحسن أو يعطينا معلومات أكثر عن ما أعطتنا يا فايكنج. شكرا دكتور سبتي، ما هي أهمية استكشاف كوكب المريخ؟ المجموعة الشمسية لحد الآن استكشفت بصورة شاملة على كوكب بلوتو، وتركز الاستكشاف كوكب المريخ لحد الآن 22 سفينة فضاء أرسلت إلى كوكب المريخ. الآن موضوع هو غزو كوكب المريخ، استكشاف كوكب المريخ في المراحل النهائية. في بعد شهرين من الآن سوف تصل مركبة فضاء جلوبال سيرفير، وسوف تحاول رسم خارطة للسطح وكذلك دراسة الجو. والمراحل التي تليها هو إرسال سفن كثيرة لتمهيد لإرسال إنسان إلى كوكب المريخ اللي تتوقع أن تكون بعد 2011. إرسال السفن سفينة فضاء مع إنسان تمهيد لغزو الكوكب يتم بأهمية، أولا أن هناك ماء، ووجود الماء في المريخ ولو في حالة كون ثلج شرط أساسي لإرسال الإنسان. وجود جاذبية حوالي أقل من نصف جاذبية الأرض، وهناك مسافة متواضعة وليست بعيدة مقارنة بالكواكب السيارة الأخرى. فهذه كل هذا تؤثر أنه هو المرشح الرئيسي لإرسال الإنسان إلى الكوكب. دكتور فيصل، ما هي نتائج تحليل الصخور التي قامت بها العربة الروبوتية سجورنا؟ كما ذكرت أخطوني قبل قليل أنه المعلومات والبيانات ما تزال مستمرة وتأتي بشكل دائم إلى مقر ناسا في الولايات المتحدة الأمريكية. تأتينا المعلومات بشكل يومي عن طريق الإنترنت، فإذا استطعنا أن نشاهد صورة عن مواقع الصخور المختلفة بالنسبة لسوجورنا، نشاهد هنا مثلا أنه الصخرة الأولى التي أرسلت سوجورنا تحاليل لها هي أو تسمى ببارنكل بيل. أعطتنا هذه التحاليل فكرة مبدئية عن طبيعة هذه الصخرة بالذات، وهي من نوع الأنديسايت، الصخور التي